نهاية حضرتك مطمن على أداء كأس الأمم بص كملف قبل حضرتك، ما انا نقفله؟ ما بشتغلش شغل في اي حاجه في حياتي الا ما اكون يعني اوبتيمستيك الاول، يعني العكس بقى، يعني في ناس تقول انا لازم ابقى متشائم عشان انجح، لا انا ببذل جهد وبحط تصور شغلي مع يعني معانا نحط يعني بلاش احط دي، وبشتغل جامد جدا وببقى متفائل دايما، يعني تقريبا بص يعني لو بتكلم على ذاتي يعني ده شغلي، يعني انا بقول على لو بنقول تكنوكرات فده شغلي كتكنوكرات يعني، فالشغل الفني وازاي اديره في فيجن عارفه هيروح فين هيعمل ايه احتمالاته ايه، المشاكل المتوقعه يعني في مشاكل مش متوقعه بتدخل جواه في اي حاجه، ممكن بكره تحصل مشكله في حاجه معينه مش في افريقيا بس في العمل الاداري احنا موجودين، تلاقي هوب يعني الحق مشكله فلان وفلان مش بتاعتنا خالص كوزاره، فبتتدخل بطريقه معينه، بتدخل بطريقه حدودي ايه وتدخل ازاي وامتى، ومش شرط كل حاجه اطلع امسك علم واقول انا تدخلت وحليت، في صمت اند اوف ذا داي المنظومه تمشي يعني يعني في ظل حاجات ومتغيرات كتير. برضو في نفس الوقت انا متفائل باللي بيحصل ده، لان التفاؤل جه من الدي 1 ان احنا دخلنا وخدنا دخلنا وخدنا كان حلم الحقيقه حلم صعب قوي، كنا بنقول يعني انا واحد من الناس لما توليت قلت ليه ما ننظمش افريقيا وليه ما نشوفش كمان ليه ما بعد افريقيا نجهز نفسنا يعني، فجت افريقيا مصر كلها اختلفت معاك، انا كنت فاكر على الهواء قلت تصريح حضرتك مصر كلها ضحكت، وكان مع حضرتك بس كلها افريقيا بلاش تلعبوا باحلام الناس، انتوا هتعرفوا تاخدوا كاس امم، ربنا جاب اخدك، يبقى التفاؤل هنا ايه مبني على مش بقول علم ودراسه او ببالغ يعني، مبني على ان في رؤيه انك انت ممكن تعمل ده يعني، انا في برنامج حضرتك انا فاكر القعده احنا كنا قاعدين كده يعني عكس الاتجاه كده، قلت لحضرتك طب هل عندنا كوادر بشريه موجوده في مصر؟ موجود طبعا، هل عندنا السادات؟ موجود، هل عندنا اعلام؟ موجود، الكم والكيف في الملاعب موجود، ناقصنا ايه؟ ده اللي انا قلته بالحرف يعني ناقصنا ايه؟ فلما ربنا جت في جهد زياده شويه، لان الثلاث شهور يعني لو المساحه الطبيعيه لكاس افريقيا انك انت تعرف من سنتين لاربع سنين تجهز نفسك يعني، عشان كده حتى يعني الكاميرون شقيقه اشتغلت وعرفت من فتره السنتين، لكن عند حد معين الكاف قال لا مش هتقدري تكملي ان انت ما كملتيش، صح فاهمني ازاي؟ فبالتالي احنا لما دخلنا في ثلاث شهور قلنا هو في ثقه من الكاف ان مصر تقدر، والثقه يوم بيوم بتقول لا فعلا احنا يعني الحمد لله يعني، فده الرؤيه اللي كانت موجوده عندي ان هو اللي هو يعني نظمنا بطولات كتير وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا، ليه اقلق؟ ليه اخاف؟ هو بس كان في كساء يعني الجزء الفاينانس كباسيتي يعني اكيد ده عشان ثلاث شهور فبتضغط المصروفات شويه طبعا، اللي هتعمله في سنتين بتعمله في شهرين طبعا، لكن في حاجه ثانيه هروح بعيد بقى يعني احنا الموضوع مش توقع فيه شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان هو يعني القياده السياسيه تتولى ملف الاتحاد الافريقي ومصر تتولى الاتحاد الافريقي ويجي اكبر حدث في افريقيا. صح يعني احداث افريقيا كتير لكن الكوره وكاس الامم الافريقيه هو امبريلا كبيره جدا. فالنتيجه في نفس التوقيت يبقى يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف مصر ازاي بتجري وبتتطور، اجهزتنا المحترمه، القياده السياسيه، الحكومه المصريه، الشعب، الشباب، احنا كمان ده يعني المفروض ياخد بظلاله ايجابي علينا. احنا كمان احنا اللي بنشتغل في الوسط الرياضي يعني دايما ناخد ثقه زي ما دلوقتي احنا بناخد ثقه لما حضرتك بتمشي تقول تشوف كوبري رود الفرج حجمه وشكله الابديت الحاجات الجميله الجديده، لما بتروح تشوف الطرق الجديده، لما كل يوم بتفتح مشروع انت بتاخد ثقه في ذاتك، ففي الرياضه كمان ناخد ثقه في ذاتك. هيبقى جزء موازي بقى يعني واتحاد الكوره وحضرتك عضو اتحاد الكوره اللي هو الملف الفني ده مش بتاعي مش بتاعنا بس لازم احفز عليه، فبالتالي انا بكلم الكابتن ابو ريده واتحاد الكوره وقابلت الجهاز الفني جبته المدير الفني يعني كل حاجه ليها وقتها، ان انا اقول له تعالى بقى ده الاستاد هو اللي هيتلعب عليه المباراه، الحكومه المصريه راح كلها الحقيقه واشاد جدا بالاستاد جدا واشاد بالارضيه وقال ان هو قابل حضرتك في تصريح معايا، هو الحقيقه مبسوط جدا المدير الفني طبعا، بنقول له رساله الحكومه المصريه يعني منتهى الدعم للمنتخبنا للمنتخبنا انت متولي المسؤوليه مع اتحاد الكوره، احنا يعني مديريتو ليك اللي انت عايزه ايه، بس زي ما احنا بنتعب وهننظم اداريا كويس احنا كمان المنتخب يعني والجهاز الفني واللاعبين اكيد يعني انتوا كمان هتقوم بدور موازي، ده مش بتاعي انا شخصيا صح، لكن مع اتحاد الكوره ان شاء الله يبقى في جهد كبير، لان احنا حاملين اللقب سبع مرات ثلاث مرات متتاليه، مصر ليها تاريخها، واستاد الكوره كان دايما هو الفيصل، استاد القاهره استاد القاهره دي كلها نقول بقى ايه احنا انا شخصيا هنتعب
ونعمل كل حاجه، لكن باقي بقى يعني بتاع ربنا والاجتهاد، لكن مش هنقصر يعني.